مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من الحدث. يوم الجمعة 22 فبراير كان تعبيرا عن نهاية شيء وبداية آخر. ذلك اليوم هو تاريخ سقوط حاجز الخوف ونهاية المقدس في الجزائر. الجزائريون صرخوا بكل ما في حناجرهم من قوة أنهم لا يريدون بوتفليقة. في 22 من فبراير لم يعد بوتفليقة رجل إجماع، لا في الشارع ولا داخل النظام نفسه. وفي 2 أفريل الجاري بوتفليقة يستقيل رسميا وينهي عهدته الرئاسية الرابعة دون أن تتحقق الخامسة ولا الرابعة الممددة مثلما كانوا يخططون ويأملون، لأن الشعب في النهاية قال كلمته وصدح بها عاليا: أنا من يقرر لا أنتم. اليوم نفس الشعب الذي أصبح هو صاحب الفخامة للرئيس ما يزال في الميدان رغم رهانات البعض على أن الاستقالة ستكون كفيلة بإرجاع ملايين الجزائريين إلى بيوتهم. نفس الشعب بنفس القوة والعزيمة، إن لم نقل بعزيمة وإرادة أكبر، يرفعون اليوم سقف مطالبهم وشعارهم: نريد رحيلهم جميعا. ويقصد بهم أولئك الذين هندسوا للرابعة وخططوا للخامسة وما زالوا يخططون ويراهنون ويأملون عن هؤلاء الجميع وعن جذور ومسببات هذه الهبة الشعبية الكبرى وتحديات المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد نظام بوتفليقة. سنتحدث اليوم رفقة ضيفي وضيفكم الكاتب الصحفي والمثقف والمواطن علي رحالية، صاحب الكتاب الشهير مواطن لا ابن كلب في انتظار الخرب. مرحبا أستاذ علي. والله المثقف والكاتب والصحفي، عارف انك تحب يعني تسميه المواطن فقط. والله انا صحفي سابق ودخلت على الصحافه في 2001 وبقيت نكتب، لكن ما سينياتور كما يقولوا الامضاء كان دائما باسم المواطن على الحاليه يعني فقط يعني ما ولكن تبقى انك صحفي وكاتب يعني لانه يعني عندك كتاب وعندك مقالات ومشهوره جدا، يعني هوايه يعني تقريبا، ماهيش يعني ماهيش مهنه يعني. ربما أستاذ علي يعني ربما في البداية كفضول، يعني كنتم يعني من أشد المعارضين لبوتفليقة، خاصة يعني شخص بوتفليقة، يعني لا أعرف إن كان معارضتكم لبوتفليقة نتيجة ربما أمر شخصي، لأنه حتى من بداية 1999 كنتم معارضين بشدة وتنتقدون بشدة وبكل يعني الطرق بوتفليقة ونظامه بصفة عامة. في 1999 يعني كنت صحفي في الخبر الأسبوعي، وكنت مكلف بتغطية مرشح، كان مرشح عبد العزيز بوتفليقة، يعني نشاطه في الحملة الانتخابية، في الحملة الانتخابية وما قبل يعني لما كان اسمه بدأ يدور في الساحة السياسية، يعني قبل إعلان رسميا ترشحه للانتخاب تقريبا يعني. كنت قمت بتحقيق على حول عبد العزيز بوتفليقة، والكلام اللي كان يدور يعني في الصالونات ويدور في المقاهي في العاصمة وفي أعالي العاصمة على وجه الخصوص في حيدرة والمرادية وما شابه ذلك، خاصة في بن عكنون يعني في فيلا في إحدى فيلات بن عكنون يعني. عملية التحقيق يعني كنت محظوظ، كان عندي ما يقولوا شخص داخل فريق عبد العزيز بوتفليقة، يعني تقريبا هو اللي كان يعني مقرب منه، يعني مقرب يعني واحد المقربين منه، كان هو مصدر المعلومات، وبالتالي عرفت باللي الامور يعني كانت تطبخ من طرف العربي بالخير لاعاده عبد العزيز بوتفليقة للرئاسه العربي بالخير، العربي بالخير يعني هو اللي كان يطبخ يعني هو اللي كان يعني وراء بوتفليقة، هو عراب بوتفليقة يعني. لكن العربي بالخير كانوا وراه ناس واحد اخرين يعني. انا في تلك الفترة اول مرة اكتشفت سمعت اسم كونيناف سمعته في 99 في الفيلا تاعو، هذه سيتي كونيناف هو رجل الاعمال مقرب جدا حاليا يعني منذ مدة من الرئاسة، كان حمل الفريق كان كونيناف لي فيس الابناء، وكان كونيناف لو بير يعني الاب. ربما هي واش سر العلاقه بين كونيناف و اب الوالد والد 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 لكونيناف اللي فيه والد رضا وعبد الكريم، صديق شخصي لعبد العزيز بوتفليقه. كونيناف من هذا قبل ما يولي رئيس، قبل السبعينات يعني السبعينات الثمانينات، كي كان يعني في الخارج، كي كان موجود في سويسرا،
في سويسرا كان موجود عدد من رجال الاعمال الجزائريين وبوتفليقه كان يقيم هناك في سويسرا، وهما كيدفعوا له المصاريف الاوتيل باسكو اوتيل 5 ايطوال 4 ايطوال 6 ايطوال، هما كانوا هم متكلفين دفع المصاريف تاعو. كان يكون لافي يكون ناف لافي سارتان، يعني تكفلوا به من كل جوانب. بالضبط كيكون ناف لافي واحد اخر ثاني سمعت اول مره ثاني في 99 نسمع اسم كوجيتي، هذا كوجيتي من بعد اكتشفت بلي انه كان رجل اعمال جزائري مقيم في سويسرا، كان زمان كان في المالك يعني كان في جهاز بوصوف مثلا، ومن بعد في 62 راح يعني بداوا كثير من جماعه المالك راحوا داروا البزنس كما يقولوا في هذاك الوقت. قلت لك انا بوتفليقه عرفته في 99 لما كنت مكلف بمتابعه الملف تاعو، يعني اكتشفت شيئين اثنين، يعني ربما هذا يكون سبب الخلاف ربما اني كنت ضده دائما على طول خط. اولا انه في الـ في الـ في الـ الخطاب تاع اعلان الترشح تاعو كان فيه كتيب صغير فيه خطاب بوتفليقه بالمناسبه بالعربيه والفرنسيه، يعني سيتي لافي ان ديتاي فندق الاوراس في فندق الاوراسي لو سالون غوس، يعني باش لو برومي افري جو بونس سما، اذا كان ذاكره تاعي ما خانتنيش. كاين واحد الملاحظه صغيره جزئيه صغيره لكن كما يقولوا عندي طاي دو طاي فيه ولد عبد يعني اشاره الى مولد عبد العزيز بوتفليقه تاريخ ميلاده دون الاشاره الى مكان الميلاد، يعني ولد في 2 مارس 1937 وانتقى والتحق بالجيش التحرير الوطني. انا جو بونسي كنت نذكر كنت اعتقد ان في خطا يعني في المنشور قلت نروح نشوف الجهه الفرنسيه ربما، لقيت نفس الشيء. يعني اي علاقه بين شخصين اذا ما تبناتش على عامل الثقه وعامل الاحترام والوضوح ما كما يقولوا ما تمشيش سا مارش با. نفس الشيء في علاقه الحاكم بالمحكوم، يعني اذا ما فيش ثقه وما فيش احترام ما تبناش. يعني هذا السيد بدا بالكذب في تاريخ في 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 تاريخ في في مكان ميلاده، يعني هذا السيد ما حبش يذكر تاريخ ميلاده مع انه ماشي عيب، يعني سي با ميشون. الشيء الثاني اني نكتشف انه اثناء عمليه تغطيه الحمله الانتخابيه انه الامور كانت محسومه مسبقا. هو كان دار حوار شهير مع الجزيره مع احمد منصور، وين يقول باللي الانتخابات ستكون نزيهه وديمقراطيه وشفافه، ورئيس الجمهوريه ما قالش رئيس الجمهوريه نذكر قال فخامه رئيس الجمهوريه زروال، يعني من بعد اللي نقول فخامه رئيس الجمهوريه هو قال فخامه رئيس الجمهوريه زروال. هل يعني كلمه فخامه يعني ما كانش تكزيستي قبل سانجيستي با جات قبل 99 سانجيستي با هو اول واحد قالها، هو علي بن فليس قبل اسبوع كان هنا في البلاطو يقول بانه مثلا لو ما تقولش فخامه يعني ستعاقب، يعني كاين مسؤولين عوقبوا على اساس انه ما قالش فخامه. لكن المشكله انه كلمه الفخامه هذه هو استعملها يعني لو ترجع الى الحوار اللي داروا مع احمد منصور راح تلقى وين يقول فخامه رئيس الجمهوريه زروال كان اكد بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة وأنا أضمن هذه الانتخابات، وأنا كنت عارف باللي أمور كانت محسومة، يعني كان يكذب، يعني طلعت على كل أسراري، كان يكذب في أثناء الحوار. وبالتالي أقول هذا الشخص هذا اللي يكذب على الناس في يعني ما يثقش فيهم ويبدأ أموره بالكذب، يعني ما هوش يعني من هنا اتخذت موقف من عبد العزيز بوتفليقة. الشيء اللي جاء من بعد أنه اكتشفت أن هذا الشخص، وهذا سبب لي ربما مشاكل مع كثير مع الاشخاص اللي كانوا مع بوتفليقه، يعني هذا الانسان بنى حياته كلها على انصاف الحقائق والاكاذيب. لما اليوم تحب مثلا اي صحفي ولا واحد مؤرخ يحب يكتب يعني لا بيوغرافي دو بوتفليقه راح يلقى صعوبه كبيره، لانه صعب عليه انه يلقى الصح، لي با سي ديفيسيل، يعني من الصعب جدا انك تلقى في حياه بوتفليقه يعني اللي عاشها بالطول والعرض مساره كله، يعني من الصعب جدا انك تلقى وين قال الصح وين قال نص الحقيقه وين كذب، سي ديفيسيل. من هنا جات اني يعني قلت يعني كما قلت لك اذا ما فيش ثقه وما فيش احترام وتبدا يعني حمل الحمله تاعك بالكذب، يعني هذا رئيس يعني ما فيش تقدرش تمشي معه. وان كان انا مخفتي مخفي بوتفليقه يعني كان يعني كشخص
لكن انا مشكلتي انه كان موقف من النظام، انا كنت رافض النظام كله يعني قبل ما يجيبوه في الإقاع يعني. يعني انا كنت معروف يعني، كانت عندي واحد العباره هكذا عباره سيتي كوم ريفران كي نكتب يقول النظام الريعي المرتشي الفاسد المتعفن الذي انتهت مده صلاحيته. اشاك فوا كل مره كل ما نقول كلمه نظام تجي هذه الجمله يعني. سعلي الان حاليا يعني هل اسمح لي برك يعني هذا يعني شنو كنت تقدر تقرا لهذا هذا لو بتي باساج هذا هذه الخميس 7 جوان 2001. هذا النظام يجب أن يحمل حقائبه ويرحل، أي يرحل متأطئ الرأس إن كان له رأس، دامع العينين إن كان له عيون وقلب وقليل من الأحاسيس الآدمية. يجب أن يرحل بعيدا عن البشر والشجر والحجر ليموت بكل أنواع الأمراض الخبيثة التي تنخره من الداخل والخارج. يجب أن يرحل ليعيش أبناؤنا مثل البشر لا كقطيع من الأغنام. هذه في 7 جوان 2001. 2001 يعني 18 سنة قبل ما يعني قبل بعد عام من العهدة الأولى تاعه، وبعد عام من العهدة تاعه، وبعد 18 سنة من الحراك. وحتى العنوان المقال يعني هل في الجزائر مستقبل؟ بالضبط. يعني لما تشوف بلي نظام منتهي الصلاحية وتجيب رئيس حياته كلها بنيها على الأكاذيب وأصاف الحقائق، وش راح تكون النتيجة؟ ولكن بوتفليقة في 99 قال بلي جيت باش نبدل النظام باش طرح يعني وعود مثلا يطور الاقتصاد ويرجع الكرامة الجزائريين والمكانة الجزائر في العالم. صح. بعد 20 سنة 2019 بعد 20 سنة 99 2019 هاك قرأ الجزائريين واش قال بوتفليقة في لو سالون روز و بريمي افريل في الحملة الانتخابية تاعو. هذا مقطع من لقد عمقت الانحرافات بتنوع أشكالها الهوة بين الدولة والدولة والمواطنين وأفسدت العلاقة بينهما إن خروق القانون المتكرر التي يقع فيها خروق القانون المتكرر التي يقع فيها المسؤولون من مختلف المستويات الاستئثار بالوسائل العمومية لأغراض شخصية محضة والمحاباة والعشائرية والجهوية. اسمح لي المحاباة والعشائرية والجهوية كلها سلوكات كادت تجعل من المواطنين درجتين يكال فيها المواطن بكيلين. إن هذا الوضع يستدعي القيام بعمل معمق وشامل ومتعدد الأشكال. عبد العزيز بوتفليقة خطاب ترشح 1 أبريل 1999 فندق الأوراس سالون روز. كل المحاباة والجهوية والعشائرية وخروقات القانون المتكررة والانحرافات بكل أشكالها، وش يقول هو؟ إن هذا الوضع يستدعي القيام بعمل معمق وشامل ومتعدد الأشكال. من نفسه كانت غادي 1999 و 2019 بعد 2000 احنا اليوم رانا في 2019. ما هي الأمراض التي تعاني منها الدولة الجزائرية؟ يعني نفس الأمراض، يعني العشائرية والجهوية والمحاباة والمحسوبية واختراق القانون. هذا السيد من جهة اختراقات القانون يعني متكررة متعددة. يعني هذا السيد لو قال بلي أن البرنامج تاعي راح يكون هو الجهوية وهو تعميق الجهوية وكذا كان نجح، وراه نجح. للأسف من 99 إلى اليوم بعد 20 سنة السيد هذا ما دير ولا شيء، وبعد يكتب رسالة يقول أنا سامحوني وأنا ما على باليش وغفروا لي وكنت حاب ندير حاولني. 99 شوف نعطيك مثال بسيط وش يقول في 99؟ لابد من تفكيك الاحتكارات الفعلية التي تتواطأ أحيانا مع بعض هياكل الدولة فتقف حجر عثرة في طريق التنافس الحر. شكون اللي خلق الاحتكارات؟ احنا كنا نعرفوا احنا يا حداد ونعرفوا وكون يناف ونعرفوا هذا تحكوت اكسيترا اكسيترا. هو خلقهم سينوي كاكريسا، هو خلق الاشياء. مثلا الداعمين لبوتفليقه ومحيطه يقول بانه مثلا بوتفليقه كان مغلوب على امره، يعني ما لقاش كيفاش. مستحيل. شوف احنا لما تكون بعيد على الحدث وتكون بعيدة عن الأشخاص الذين يصنعوا الحدث، تكون عندك صورة بعيدة يعني بعيدة عن الحقيقة يعني. وإن كان التسجيل الصوتي ما بين سلال وحداد وكان تم بثه على الانترنت،
هذاك هو المستوى الحقيقي تاع هذوك الناس. اش هذاك المستوى الهابط يعني النظام كله هذا كله هذا كل مستوى تاعهم. وربما هذاك كان شويه يعني يعني في بعض المستويات يكون أسوأ. يعني يكون خاصه لما يبداو يقولوا كلام العيب قدام الناس ما تقدرش تسمع. مي هذا الناس هذا هو مستوى بالحقيقي. يعني المستوى اللي سمعت به حداد وسمعت به يهضر به سلال هذا هو المستوى تاعهم. احنا برك فقط لما تشوف وزير وتشوف ما على باليش انا تشوف مسؤول مؤسسه كبيره تعتقد انه شخص يتكلم غير في المستوى العالي. المستوى العالي وصدقني مستواهم كله هابط كله هابط. يعني يعني والله انت الانسان اللي يحترم ولا ما تقدر تقعد معاهم. يعني قليل الناس اللي تقدر تلقى واحد يحكي يحكي يعني بمستوى يعني تقدر تدي تجمع. مي لكن المستوى الحقيقي هذا هو. لما تقول لي بوتفليقة انا نحكي لك حكايه مش حكايه يعني واقعة حقيقيه. في 1994 معروف انه جنرال الجيش عرضوا على بوتفليقه انه يكون هو رئيس في مكان زروال. في لا لا مش في مكان زروال لا قبل بعد بعد اسمه بعد نهايه المجلس الاعلى للدوله. بوتفليقه جات فهموا معاه بقات روتوشات صغيره. في اخر لحظه قرر انه يمشي يمشي ما يمشيش معاهم. يعني جاء قال لهم فوالا قال لهم انا عندي فحوصات طبيه في سويسرا يعني كشغل هرب هرب هرب. وعلاش؟ 94 هرب لانه حساباته كانش سايب. في اخر لحظه كان الناس نصحوه قالوا له لا بالك ربما صرا كيما بوضياف كيما كذا خوفوا ولا المهم المهم السيد راح اللي بارتي. رجع من بعد باش تعرف المستوى الحقيقي تاع هذا اللي خمم به هذا رئيس الجمهوريه. جاء تلاقى في 98 اعتقد تلاقى مع شخصيه وطنيه معروفه. سالوا قالوا واش الحكايه تاع 94؟ قالوا لا ما فيه حتى شيء. قالوا 94 انا رحت لانه مانيش مستعد باش هاد الناس يخدموا بيا وفي كل الاحوال انا مشيت. يعني ويحكي ومازال رئيس الجمهوريه حي يعني يقدر يكذب ولا قالوا انا يا مشيت لسويسرا ماشي عندي فحوصات طبيه راح يقيس لو كوستيم اللي كان راح تاع الرئاسه راح يقصوا عند خياط سويسري راح هذا بوتفليقه ولا ويقول هو يقول قال رحت نقيس الكوستيم اللي كنت راح ندير به الافتتاح تاع الندوه تاع الوطن. خليني نكمل لك قالوا الاخر كيفاش يعني رحت مشيت قالوا شوف تو سامبلومون باسكو انا في 94 حشيتها له بهذا التعبير. يعني غزالي يحكي شيء تقريبا نفس الشيء. غزالي لما كان رئيس حكومه تلاقى مع بوتفليقه واش يقول بوتفليقه لغزالي؟ غزالي مازالوا حي بوتفليقه حي. قالوا هذا الجنرالات هذو انا كون جيت في بلاستيك نلعب لهم برجليهم بهذا التعبير. يعني يعني باش تشوف المفهوم السياسه عن بوتفليقه هو 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 المناوره. يعني المراقه القفازه ماهوش السياسه ماهيش كسياسه لانه السياسه في حقيقتها السياسه هو انك تكون عندك خطه لبناء دولة لإخراج الدولة تاعك من الفقر والجهل والجوع والتخلف. هو لا هو السياسة بالنسبة له هو كيف تصل إلى السلطة وكيف تبقى في السلطة. الأداة المستعملة باش تبقى باش تلحق وباش تبقى هي المناورة أنك تناور تضرب هذا بهذا تضرب توفيق بالعماري ومن بعد تضرب مع البريشنا تضرب وتضرب ويحيى بالخادم وتضرب الخادم بسلال سي سا سي سا. انت سي علي كنت تسميها البوليتيك مش سياسه بوليتيك حتى في كتابك يعني درت فصل كامل سميتها البوليتيك سي با افيك افيك ان بي البوليتيك البوليتيك سي سا. هذا هو لانه هذا الانسان تربى في جو اللي النتيجه هي اللي تهم الوسيله ما تهمش. يعني تقريبا سيتي لي ميكافينيك من صغره. يعني المشكله تاعو هذه هي انك تجي توصل للسلطه تتوفر لك ظروف يعني اقتصاديه يعني 1000 مليار البترول 140 دولار. يعني انت يا واش درت بها؟ ولا شيء ولا شيء تقريبا ولا شيء. يعني علي مسح تفضل علي في 30 ثانيه اعطي لي خلاصه عن 20 سنه تاع بوتفليقه. شوف باش نروح الفاصل ومن بعد نكمل. شوف بوتفليقه هما كي لما يتكلموا على الانجازات تاعو يتكلموا على ثلاث اشياء. يتكلموا على طريق السيار ويتكلموا على المديونيه مصالح ويتكلموا على المصالحه. اولا الطريق السيار المغاربه
داروا طريق سيار 500 كيلومتر يعني نصف اللوطوروت تاعنا حنايا اسقام لهم 800 مليون دولار يعني ما با مليون ما با مليون دولار حنا درنا 1100 راه في 16 مليار دولار واو في اعاده التهيئه كله يعني 800 مليون دولار و16 مليار يعني باين الشيء الثاني نتكلموا على المديونيه يقول لك مساحه المديونيه شيء طبيعي انت عندك 1000 عندك مئات الملايين دولارات في الخزينه تقدر تمسح 30 مليون دولار واش معناها 38 مليون دولار الكارثه انه هو يعني هذا الديون تراكمت طيله 30 سنه 30 مليار دولار هذه هو هذا العام ونص اللي فات الجزائر طبعت ما قيمته 55 مليار دولار يعني لو كان رحنا عند لافامي وسلفنا دراهم يعني في عام ونص سلفنا 55 مليار زاد المصالحه باش فيما يخص المصالحه معروف مشروع وجد وحضر في زمن زروال زروال ما قبلش يمضي لهم على ولكن تجسد في زمن بوتفليقه لان انا شوف جابوا بوتفليقه في زمن بوتفليقه ولا الاستقرار لا اسمح لي لا قانون المصالحه بالشكل اللي فات به انا واحد من الناس كانوا ضد قانون المصالحه للشكل اللي مر به وبزاف ناس كانوا ضد هذا الطريقه اللي جات بها وفي القانون في حد ذاته لانه ما شاوروش كل الناس داروه هما وحدهم وجابوا رئيس جمهوريه اللي وقع لهم بوتفليقه وقع فقط لكن كل شيء تم ولكن نسب المشروع ولا هذا الانجاز نسب لكن تاريخيا عليه نخرجوا الفاصل ثم نعود مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل معكم مشاهدينا الكرام اهلا بكم في الجزء الثاني من هذا الحوار الذي يجمعنا بالكاتب الصحفي علي رحالية او المواطن كما يحب ان يسمي نفسه مرحبا من جديد علي الله يبارك فيك علي ربما في البدايه تحدثنا بشكل كبير عن حصيله بوتفليقه وان كان الوقت يعني مشى بشكل سريع انا شخصيا ما حسيتش الوقت يعني كيفاش جاز ربما حاليا علي انت كتبت مثلا في عنوان الكتاب في انتظار الخراب احنا انا في 2019 بعد 22 فبراير وش نسميه هذا يعني شوف الكتاب قصة الكتاب هو عبارة عن مجموعة المقالات اللي صدرت ما بين 1999 من بداية عهد بوتفليقة بالضبط إلى غاية 2010 سنة توقيف الخبر الأسبوعي تتبع هذه المقالات كلها تتبع لمرحلة بوتفليقة على كل مستوى يعني السياسي والثقافي وكان فيه نقد لاذع يعني نقد لاذع جدا لأنه لما تشوف قرارات التي اتخذها بوتفليقة أولا وثانيا الناس اللي جمعهم حوله أكيد يعني كما يقولوا تخرج من جنبك يعني لما تشوف ولد عباس لما تشوف سعيداني لما تشوف يعني تشوف ناس تشوف سلال تشوف واحد الأشكال كائنات سياسية تسمي نفسها يعني عمري ما كنت نظن انه في الجزائر كان مثل هذه الانواع هذا الكائن السياسي هذا هو الخراب اللي كنت تسميه الخراب انت يرحم بابك انت كيفاش يعني خذ مثال بسيط جبهه التحرير الوطني من مهري الى ولد عباس يا سعداني يعني هل هذا معقول الان بوشارب قالوا الان بوشارب يعني كما قال الاخر كارثه اضافيه تروح مثلا تاخذ مثلا رئاسه الحكومه يعني رئاسه الحكومه لا رئيس حكومه يعني فقاقير يعني الناس يعني كومون سابيل خذ اي وزير يعني شوف ناصر الجابي كان دار كتاب على المسؤول الجزائري الوزير الجزائري المسار تاعو اذكر يعني مجموعه من المراحل يقول باللي صرنا مشينا من مرحله الوزير الوزير الثوري يعني اللي عاش الثوره الى الوزير المناضل الى الوزير كما يقولوا التكنوقراطي اليوم لحقنا واحد المرحله يسموها الوزير الشيات وفي حكومة يعني هنا حاليا في 20 سنه الماضيه اذا ما كنتش شيات ما تكونش وزير ما تكونش مسؤول يعني ما تكونش مسؤول ولا لا اليوم مشينا مرحله اسوء مع حكومه بدوي الى الوزير الكاشير يعني كوارث يعني بوتفليقه ربما هذا مصطلح شعبي يعني ولا شعبي اكيد يعني بوتفليقه الزمن تاعو اهم ميزه فيه هو انه زمن الرداء زمن رديء
رديء سياسيا، رديء اقتصاديا، رديء في 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 الاسماء التي لجا اليها في القرارات التي اتخذها. يعني تخيل الجزائر اليوم، يعني دوله مثل اثيوبيا، يعني اعتقد اثيوبيا اثيوبيا يعني يعني تقول احنا مانيش مستعدين باش الفساد يلحق لنا كما صرا في الجزائر. يعني عيب هذا الكلام. انا تلاقيت مع واحد، تلاقيت مع نائب ايطالي في 2008، سألني سؤال ما عرفش نجاوبه، ما عرفش شو نقول له. قال لي انا نفهم واحد صومالي ولا واحد اثيوبي يجي حراق كما يقول هو الايطاليا، يعني يقطع البحر يجي، لانه فيه في حرب اهليه، فيه مجاعه، فيه مشاكل داخليه. ثم الجزائر البترول 140 دولار، الجزائر والثروة 140 دولار، الجزائري يحرق ظاهرة الحرقة مثلا في الارهاب، في وقت الارهاب الجزائري ما كانش يحرق، في وقت الارهاب يعني في وقت بوتفليقة البترول 140 دولار والناس تهرب، والخزينة الدولة معمرة، والخزينة الدولة والناس تهرب من هذه البلاد. يعني ما خدش، وعلاش مثلا انت واش توصف مثلا كان الناس مثلا وصلت انه فقدت الامل. الامل بالضبط مع بوتفليقة كما يقولوا العجاز، قطع رحمة ربي، يعني حتى الامل الناس ماهيش قادرة، ما فيش في الافق، ما فيش شيء باين، يعني ما فيش نقطة ضوء. انا تلاقيت مع مجموعه المجاهدين، كنت نسقسيهم يعني هل انتم عشتوا يعني في وقت الثوره يعني ظروف كما هذه؟ قالت عشنا صحيح، بس كاين دائما شيء اسمه الامل. مع بوتفليقة قتل الامل هذا، خلاص نحاه عليه. حاليا الان في 22 فبراير، هل ترى انه الجزائري ولا المواطن ولا الشعب بشكل كامل يعني استرجع الامل هذا؟ اكيد احنا كنا حتى شفنا ظاهره الحرقه، يعني نقص بالعكس انعدمت. يعني ماشي في بريد وكان الحرقه هما يحرقوا، مش او الاحداد وقفوا، كان الاحداد يحرق والوزاره يحرقوا واللي كان مسؤول كامل في هذه الدوله يعني يحرق، كلهم اللي حس في كرشو يقولش بني يحرق، ما هذوك هما هذوك تولي الحرقه عكسيه. في 22 احنا كنا نعتقد ان لا انت كنت تتوقع يعني هذه الهبه الشعبيه الكبيره، هذه الملايين انه تخرج للشارع بهذه القوه، بهذا الكثب، بهذا الاصرار. ايضا انا كنت نعتقد انه الجزائري اذا خرج، انت قلت في انتظار الخراب، يعني ما كنتش توقع حاجه اخرى. لا ما فهمتنيش، الخراب شيء مفهوم بمفهوم الدمار. الدمار شيء والخراب شيء. يعني انت في يكون عندك الخراب وش معناها؟ يقدر يكون عندك نظام، عندك دوله، لكن هذا النظام ميت، يعني تدخل الوزين ما ينتج ولا شيء، ما كانش انتاج. يعني وين تروح ما كان ولا شيء، تلقى غير كما يقولوا الفراغ تقريبا، صوره احنا عايشين في دول، يعني احنا كنا عايشين في عهد الكرب بالضبط، احنا كنا في عهد الموت يا رجل. احنا في بوتفليقه خاصه من العهده الثانيه الى غايه اليوم كنا في عداد الموتى. الحراك تاع 22 رجع لنا الحياه، يعني اكتشفنا بلي فينا المول الجزائري مازال حي، ما متناش. وهذا الشيء يرجع، لازم نكونوا ثاني كما يقولوا الانسان يقول الذي احصى، نكونوا نحن مدينين الى هؤلاء الشباب تاع 15 35 سنه اللي شفناهم في 22 فبراير حتى اليوم. نحن مدين ليهم باسكو عاودوا حيونا، رجعونا الامل، لانه الكبار الروح في البلاد. علاش؟ لانه الكبار يعني هذا الشباب، لانه الكبار يعني الجيل انا والجيل الاكبر مني، يعني انا ما درنا ولا شيء يعني بالنسبه لهم هما، يعني كل واحد عنده حساباته، لكن هما خرجوا. يعني اليوم عشنا واحد الظاهره اللي تؤثروا ايضا، وصلنا بوتفليقه يستقيل، وعشنا ظاهره انه احنا عاده الاب هو اللي يحمي الابن، والاب هو اللي يقول الابن ما تخافش، ولا الابن يقول باباه ما تخافش، والابن هو اللي يخرج باباه واللي يخرج جده. يعني يعني الكبار يجب أن يعترفوا لهؤلاء الشباب بأنهم كانوا أكثر كيفاش يقولوا شجاعة من عليه. يعني هذا الجيل مش جيل الكيراتين وجيل كما كانوا يسموه، يعني كان يعطوا له كل الأوصاف، يعني أنه شباب هادو مش متكلش عليه. شوف هذا الجيل، هذا جيل حرموه من كل شيء، حرموه أن يعطوا له فرصته لينجح، حرموه ان يعطوه فرصه ليفشل، يعني فشل، يعني حرموه من كل شيء، حتى الفشل حرموه انه يخلوه يفشل، حتى ولا يروح يرمي روحه في البحر، يعني كما يقول الاخر، حرموه انه يعطوا له فرصته انه ربما ينجح. هما ب 62 اخذوا كل الفرص
نجحوا وما نجحوش وفشلوا قدامنا. لكن لما جيت للجهاز علي باش نمشوا في النقاش فقط، مثلا هناك ما يقول بانه لولا العهد الخامسه، لولا طرح هذه العهد الخامسه بهذا الشكل وبهذا يعني بهذه الصوره الاستفزازيه، يعني بهذه الصوره الاستفزازيه كما قلت صحيح. ما كانش راح يخرج الشعب بهذه الطريقه. يعني هل تمشي بهذا الطرح؟ شوف لو انا مش من التاريخ تاع لو هذا ما عندهاش مع، انا نحكي واش صرا. صحيح انه سبب المرض رئيس الجمهوريه هو اللي كان السبب الشراره التي خلات هذا الناس يخرجوا. علاش؟ لانه هنا لو قضيه كرامه، قضيه يعني في اهانه، يعني ولينا كاين لنا حديث العام والخاص في العالم. انا شخصيا والله كي كنت نروح للخارج ونتلاقى مع، والله كل المود مبوز لا كيس يقول كيس كيس باس دون فوتر بيي، واش صار في بلادكم؟ ومع تحشم تولي تحشم ما تعرفش واش تجاوب، ما تلقاش واش تقول. قول كيفاش انتم شعب يعني هذا مريض. هل يعني الشعب شعر بالاهانه؟ اكيد بدا شعرت بها انت وشعرت بها انا وشعرت بها الكاميرا مان وشعرت بها لا حتى شفنا انا مثلا يعني انا كنت في نقاشاتي ما داخل النظام يعني داخل الدوله ومسؤولين أكيد. وكانوا يعني ما كنتش مقتنعين يعني بهذا الطرح يعني فقط كان لازم يعني يمشوا في الطرح مثلا. ولكن داخليا انتم عرضتوا هنايا صدق شهاب انقلب بشكل كامل يعني عرضتوه لهنا انت شهاب. شوف شهاب انا نعرفه شخصيا، انتم قلتوا تصريحات شهاب، انا اسميها اعترافات شهاب. انا الشاب كي نقعد مع شهاب يحكي لي هذيك الحكايه، يحكي لي اسوء منه واش قال هنايا. يعني قبل 22 قبل 22 سنه قبل 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 يعني من 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 سنوات يعني من تقريبا 10 سنوات ربما كي يكون قاعد معنا ما يحكيش الحكايه تاع باسكو. يعني حتى كان فيه نكته يعني هو كان الله يرحمه كوميسابيل تاع عسكر نسيت اسمه الحاج عرفت نسيت كان في التلفزيون. الشباب كي تروح دير معها تطلب منه تصريح طبعا كي يجي في بلاطو اكيد كي تطلب منه تصريح واش يقول فخامه الرئيس وحكمه لا 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 هو اللي تي كوريكت كي تقول له الشهاب واش رايك في الموضوع الفلاني يقول لك التصريح هذاك ولا الجريده تقول له ليا يقول لك ما لا والكلام يقوله عادي صحيح. يعني تقول له الجريده يقول لك والله في الواقع ونحن هذه هي سي صح هما داخل النظام على بالهم بصح كما يقول عندهم مصالحهم. ولكن شفنا مثلا حاليا حزب الارندي ونقلب بشكل كامل حتى انه يحيى ولا يطالب بوتفليقه بالاستقاله قبل استقالته ويقول لك لازم يستجيبوا لمطالب الشعب واحنا مع الحراك الى اخره الى اخره. راي شهاب في بوتفليقه هو راي هو راي ويحيى في بوتفليقه. ولكن حتى شهاب ونقلب حتى له ويحيى الان ويحيى اليوم طالب باستقاله يحيى شهاب اللي كان يعني ذراع اليمنى ويحيى لشوشو سيتي لو شوشو أو اليوم طالب ويحيى بالاستقالة وجمدوا له العضوية في المجلس الولائي الأرندي في العاصمة. ما يهمش كما قال كما يقولوا مثل الشعب يربي قوي شيطانهم عينا منهم تعبنا منهم. يعني تخيل أنت أنا من اللي بديت معهم 4 سنين ويحيى ما زالوا ويحيى الشيء اللي اعطيني وصف ويحيى في 3 كلمات. ويحيى سي بوتفليقة جينيور يعني بوتفليقة نفس التربية نفس شوف نفس السلوكات نفس التربية نفس الطموحات كان هو حبي ولي رئيس. شوف بوتفليقة لما تاخذ المسار تاعه وتشوف كيفاش الحق وين الحق يعني سي كالكيك اللي كيفاش نقول ينحني شخص اللي ينحني لدرجه المهم انه يوصل. تاخذ ويحيى نفس الشيء ويحيى مشى مع الجميع ضد الجميع كان استئصالي بعد استقبل المدني مزدرك في رئاسه الجمهوريه. يعني لازم تكون مجنون باش دير هذا الشيء مثلا. هذا مثل بسيط صحيح. ويحيى كان كيفاش يقولوا كان في يوم من الايام هو اللي يخصخص المؤسسات ويخرج العمال ويبيع المافيا تاع الناس اللي دارت ثم يعارض القوصات ومن بعد يجي يقول لا هناك احتكارات وفيه مافيا في يعني يقدر ويحيى كما وصف نفسه قال لك انا سي لو سار بولو سي الرجل المهمات القذره يعني وصف نفسه بالضبط يعني الوصف يعني نقدروا يعني. مثلا ويحيى نشوفه دوك في الحراك ويقول لك ندعم الحراك ونمشي مع الحراك عادي جدا المهم انه يواصل المسير عادي جدا هذا هو اللي ما كما يقول الاخر هو ولا غيره يعني. لكن ويحيى هذا هو ويحيى يعني ما علي بوشارب في 3 كلمات يعني هل تشوف انه حرق روحه يعني في 4 اشهر يعني اصبح يعني مثلا رصيد الكره الشعبي ليه يعني ربما يفوق ويحيى يعني. يا اخي شفناه في اللافتات وشفناه في المسيرات الكره الشعبي كبير سياسيا انا في وجهه نظري انتهى
انتهى سياسيا انتهى. يعني وش السبب اللي خلاه يعني يندفع بهالطريقة دعما لبوتفليقة ودعما لبرنامج بوتفليقة إلى آخره؟ ربما تصريحاته الاستفزازية. ربما شوف ربما أنك لما تكون نائب عادي وبعد تلقى روحك رئيس الكتلة الأفلان وبعد في بعدها بأشهر تلقى أمين عام أيام تلقى أمين عام حزب الحاكم حزب الحاكم يعني تقريبا في ظرف مازال بركي ولا رئيس جمهورية بالضبط يعني مازال الخطوة. قلت علاش نقول أنا ثاني بلاك يديروا لي كما 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 ماكرون علاش بروكو أبا وراه الإشكال يعني ثاني حضروا لي أو جان وحبيلي ولا رئيس دخل في أطار التشبيب وعلاش لا لا علي خلينا نحكو على المرحلة المقبلة يعني حاليا هو بوتفليقة استقال وحاليا بصحنا في يعني ما عبلناش من أنا رايحين حاليا يعني ما عبلناش أول الشعب قال لك ما قبلوش بن صالح ما قبلوش بدوي ما قبلوش بالعيز ما قبلوش ما قبلوش ما قبلوش كل الباءات يعني مش غير ثلاث الباءات هذو حاليا يعني وش هي وش هو تصورك للمرحلة المقبلة؟ أنا بالنسبة لي خاش كان شيئين لازم نتفق عليهم الشيء اللي راك حابه والواقع شيء اخر باسكو في السياسه سي لي رابور دو فورس يعني موازين القوى هي اللي تحدد اما انك توضع يعني حلم معين ولا فكره معينه ولا امنيه معينه هذا شيء اخر الامنيه شيء والواقع شيء اذا اليوم شباب الحراك واعيين بانه فيه يعني جماعات كثيره حابه تخطف هذا الحوار هذا الحراك او على الاقل تفتوا تماسكهم هو اللي واستمرارهم هو اللي راح يخليهم يوصلوا وراهم حابين لانه لي رابور دو فورس مادام انت تضعف او تنقص من درجه كما يقولوا نشاطك وتواجدك في الشارع راح يخلي الاطراف الاخرى هي راح تحاول تربح مساحه وتفرض يعني مسار او تفرض مسار معين وبالتالي هنا سي لي رابور دو فورس يعني الموازين عطينا انت هل يعني الشارع حل اللي تشوفه يعني ممكن يخرجنا من هذه الازمه تاع الباءات الثلاثه يعني بدوي لانه هذو مرفوضين شعبيا وحاليا مثلا المؤسسه العسكريه تقول لازم نلتزموا بالاطار الدستوري وانه يعني 102 تروح للرئاسه بصفه مؤقته لبن صالح ويستمر وبن صالح ما يقدرش يقيل الحكومه الى اخره يعني يستمر ثلاث اشهر حتى تنظيم الانتخابات. احنا رانا في الجانب التقني او الجانب الشكلي يعني تقريبا هذا سون دي ديتاي الشيء اللي لازم نعرفوه هو هل فعلا الجيش فيه نيه صادقه لمرافقه هذا الحراك الشعبي حسب بيانات الجيش حسب يعني نشوفوا بلي كاين نيه صادقه ما نقدرش نعرف لا قصدي يعني كي تقرا البيانات تاع الجيش مثلا في الفريق قيد صالح قال لك انا مجاهد وانا عندي مازال المرحله هذه وراح نوقف مع الشعب معليش مهما كان هذا الامر كلام يعني. هذا كلام هذا كلام هذه بيانات يعني مازال افعال هذا بيانات لازم الافعال اذا الشعب اموره واضحه طالب باشياء معينه واشياء سهله يعني قال تروحوا كاع يعني الشباب يحوس على وجوه جديدة يعني نظام سياسي جديد نظام سياسي جديد جمهورية جديدة إذا الجيش كمؤسسة وكقيادة مستعدة أنها ترافق هذا المطلب الشعبي ننجحوا نروحوا نمشوا لكن إذا أنه فيه قضية عملية ربح وقت وفي عملية التفاف على حول 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 حول, حول مطالب الحراك هنا نلقاو روحنا عادة نسمى ما نحن نلقاو ما درنا والو ما درنا والو من 62 ومن 65 ومن 67 تبدل الوجوه تبقى الامور الدور هل فيه نية صادقة انه نروح حقيقة الى جمهورية ثانية ام كل شيء اللي راه يصرى هو مجرد محاولة لربح الوقت من اجل الالتفاف على الحراك او تكسيره او تقسيمه وبالتالي ما نقدرش نقول لك لانه حاليا هناك مثلا من يطرح انه لازم نروحوا لهيئه رئاسيه مؤقته وحتى كاين اللي يطرحوا اسماء مثلا طلب الابراهيمي بن بيتور زروال الى اخره يعني اسكو مثلا انت تشوف يعني مثلا ممكن نروحوا لهذه الهيئه الرئاسيه بهذا الوجوه مثلا بهذه الاسماء اللي هي مطروحه حاليا شوف انا من شوف انا اولا مانيش من الناس اللي صنعوا الحراك لا قصدي انت كواحد واكبت كاع 20 سنه من الحكم هذا وكنت انتقد وتواكبه يعني بشكل كبير أنا تقريبا يعني تعرف نظام الدخل معليش انا معك انا كما يقولوا الاخر صرات لي كيما هذاك اللي مشى وحده في الحراك يعني مش لقيت روحي ماشي وحدي في مرحله معينه
رحت قعدت في الدار. اليوم خرجوا اللي جون خرجوا، انا خرجت معاهم يعني ما انا الا ككل مواطن، ككل مواطن جزائري يعني. ما انا كنت نتمنى انه جيلي مثلا والجيل اللي كبر عليه يكون خرج في 2008 منع تعديل الدستور. منع تعديل الدستور يعني لو كان ما رحناش كاع اقصى شيء قال لي سيدي ما على باليش انا الثالثه سي بون الثالثه بزاف يعني. يعني لو مثلا بوتفليقه في 2008 يعني انسحب في 2009 انسحب يعني كان يعني ممكن تتوقع انه كان يخرج من الباب الكبير يقدر. شوف لانه كان شيء ما ربما انا شوف هذا السيد هذا عرفته تقريبا 20 سنه يعني ونتبع فيه يعني تقريبا وليت نعرفه شغل كيما هذا الشخص ما دام في نفس يدخل ويخرج ويقدر يدير اي وعنده ذره وعي والله ما يطلق الحكم. هو قال يعني لو مركز هو في هذا ونحيي المؤسسه العسكريه الجيش والله ما يروح في 99 بعد نجاحه في حفل مع جماعه من الناس اللي كانوا معاه كان موجود على روايه حكاها مسعدي الله يرحمه كانوا هما يحكوا كذا منا فرحانين توسا هو كان قاعد معروف هذه الحكايه قال لهم يا جماعه انا اخوكم من المراديه العليا يعني سيد مستحيل يعني الى الابد يعني الى الابد يعني قال من المراديه العليا يعني سيد هذا مش طلق وما يطلقش لانه هذا السيد يعتقد انه في يوم من الايام في 1979 سرق منه كما نقولوا حنايا سرقت منه السلطه يعني ولا الحكم بعد بومتين هو كان يعتقد انه هو اللي كان مرشح هو اللي كان ابرز يعني شخصيه بعد هو يعتقد هذاك الوقت هو يعتقد لا صح كان هو ابرز شخصيه هذاك الوقت يعني النظام البول هو يعتقد انه ماشي وريث يعني مش حتى يعني مرشح كان وريث طبيعي خليفه وخليفه العدل. انت تجي انت ايام بعد السيد هذا يلقى روحه خارج النظام ولمده 20 سنه حتى انه توبع قضائيا في هذاك الوقت توبع قضائيا اكيد ماشي قضائيا توبع يعني خرجوا في لجنه التاديب ايش شي فاش تلقى السيد ما تلقاهاش السيد مستحيل قلت لك ما شوف يعني حتى اخر خرجه لها يعني قلت لك هذا الانسان يناور الى اخر لحظه يعني اللقاء اللي اشر له لامين زروال اللي قال جمعوا ما بين توفيق والسعيد وش معناه اللقاء يعني الناس مانيش فاهم انا الصحافه في بعض الاحيان ما تروح شويه بعيد لماذا يتحالف بوتفليقة مع توفيق عن طريق السعيد في تلقى في وشين هي الرسالة الرسالة سي أوسي سامبل انت يا توفيق أعطيت لي السلطة في 1999 أنا اليوم أنا راح نستقيل نرجعها لك أنا رجع السلطة اللي أعطاها لي يعني رغم أنه مثلا السنوات الماضية كانت توفيق ورئاسة ما اللعبة وين اللعبه انا نرجع لك انت اللي رديتني رئيس جمهوريه في 99 انا نرجع السلطه اللي كنت رديتها لي لكن باش يضرب قايد صالح فهمتني يعني كان مخطط يعني يناور الى اخر لحظه لماذا كان 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 قرار الاقاله تاعو بسرعه لانه هنا لانه فهموا انه السيد مازال يناور الى اخر لحظه وقضيه انه سيتخذ قرارات وكذا 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 في البيان قال فيه قرارات هامه كان يربح في الوقت لي تي اونطران دو غالي دو طون لا بروف الاخر نفهموا باللي القضيه انه سي وتحرك يعني المؤسسه العسكريه تحرك يعني شوف يعني الشخص ما يحبش عليه على بالك تو الوقت وانتهى بشكل سريع حبيت في كخلاصه او في نهايه هذا اللقاء تعطي لي يعني تصورك للمرحله المقبله في 30 ثانيه والله انا نتمنى انه هذا الشباب ينجح في الشيء اللي ما نجحناش فيه حنايا انا نتمنى يعني انهم فقط نتمنى منهم شيء نصيحه يعني دائما هذه النصيحه نقولها لهم اذا في شخص ما تقدم الى يعني لقياده هذا الحراك ابحثوا عن الشخص ابحث في 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 في, في, في تاريخه في تاريخ هذا الشخص خاصه اذا عمره كما قلت انا فوق 40 سنه ودار في فئه النظام ابحث وتلقاه ابحث تلقى انا عارف شنو نقول تبحث تلقى ما تخلوش الناس اوكي يجي واحد يعرف يهضر ما انا يعني فتش عليا فتش بالك انا سي با باسكو واحد يعرف يهضر ويقول كلام منطقي ولا ينتقد وينتقد يعرف ينتقد معناها هذا الشخص لازم يفوت لا الشخص قبل ما يكون كلام ومنطق وافعال هو ايضا علاقات هو ايضا مصالح هو ايضا مصالح صحيح. لازم تعرف انا شكون هم اصحابي انا المصالح تاعي وراهم كل واحد انا يا غني ولا فقير بالك انا البارح كنت ما عنديش دار بالك اليوم راني ساكن في فيلا مين جبت انا هذيك الفيلا صح هذا واش حبيت نقول لهم
يعني ديروا بالكم مليح على هذه الاشخاص اللي يجوا يتكلموا باسمكم وانتم ما تعرفوا ولا شيء عليهم. ابحث تلقى. علي اشكرك على هذا الحوار وكل هذه يعني التوضيحات والتصريحات اللي قدمتها. ان شاء الله يعني نتلاقاو يعني في فرص ان شاء الله اخرى ان شاء الله. مشاهدين شكرا لك. الله يسلمك. مشاهدين الكرام الى هنا نصل الى نهايه هذا الحوار الذي جمعنا بالمواطن علي رحالية كما يحب ان يسمي نفسه. الى لقاء اخر ومع ضيوف اخرين استودعكم الله.